أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مطبخ نيفين مع بوابة أخبار اليوم. أهلا بكم، أنا الشيف نيفين عباس، والنهاردة عندنا حلقة جديدة لطريقة عمل السردين المملح. طبعا ده استكمال للسلسلة بتاعت وصفات شم النسيم. هنيجي للمكونات بتاعته، وهي سهلة وبسيطة جدا، وعلى فكرة السردين بيبقى طعمه جميل جدا. يعني ده كمية من السردين حسب الرغبة اللي انت عايزاها، بس السردين برضو يكون طازة. ونفس الفكرة بتاعت الفسيخ، عندنا هو الملح الخشن. الملح الخشن ده تلاقيه عند العطار متوفر عنده. هتجيبي ملح خشن على شوية شطة، نفس الفكرة، هناخد الملح نحطه على السردين اهو كده الشكل ده، ونقلب بحيث ان احنا نخلي الملح يغطي السردين. وانا عايزه اقول لك هنا مدير التصوير، يعني هم ممكن ياكلوه ني دلوقتي، فربنا يستر عليا من السلسله دي. بصي، هجيبي بقى علبه، تكوني برضو يعني ايه ما بتستخدمهاش كتير، علبه بلاستيك، وما تستخدمي بلاستيك، ما تحطيش في حاجات معدنيه اهو كده. هنحط شويه ملح خشن مع شطه، وهنرص السردين بتاعنا في العلبه بالشكل ده كده. ده ما بيتحطلوش كركم على فكرة، يعني زي الفسيخ. ترصي كده، وتأكدي ان انت الملح والشطة غطى السردين كويس عشان يتملح. اهو بالشكل ده كده. نغطي الوش كده شوية ملح اهو. هتقفلي بقى العلبة كويس قوي، ومتتأكدي ان هي مش داخل لها اي هوا، وتحطيه في كيسة. ونفس الفكرة بتاعت الفسيخ، هنحطه في مكان ضلمة ويكون دافى، مش مفهوش هوا كتير وساقعة، علشان يتملح كويس. وهتحطيه في كيسة وتسيبيه لمدة من يعني 5 ايام، اسبوع، 10 ايام، هتلاقيه زي الفل. وانا هفرج لك دلوقتي انا اللي عاملاه من قبل كده عشان المده، هوريكي بيبقى عامل ازاي. وده هنا اهو السردين، انا كنت عامله الكميه دي من قبلها ب10 ايام عشان يلحق يتملح. بصي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ده شكله كده بعد ما اتملح. هنجيب بقى الطبق، في ناس بتفتحه وتنضفه، وفي ناس بتقدمه كده، دي حاجه ترجع ليك انت. هنرص كده الشكل ده. انا حاطاه في شويه خل وزيت عشان احفظه. بصي كده، طبق التقديم بالشكل ده كده. وكده كمان واحدة، حط كمان واحدة. قدم بالشكل ده كده مع الليمون برضو والبصل والعيش، وبألف هنا وشفا. وإن شاء الله أشوفكم في الحلقات الجاية مع الشيف نيفين وبوابة أخبار اليوم.